هيا حلين، الفيديو النهارده هيكون فيديو مشتريات، بداية كده مشتريات تشتري حاجات من مصر تكون جديدة نجربها سوا ونعمل عنها ريفيو. اكتبولي تحت في الكومنت ايه هي البراندز اللي انتم حابين ان احنا نجربها الفترة الجاية. انا في حاجات ناس بعتتلي عليها جبتها، بس لسه في حاجات تانية عايزة اجيبها، فاكتبولي تحت ايه الحاجات اللي انتم عايزين نعمل عنها ريفيو الفترة الجاية. اكتر براند متحمسين ان احنا نجربها، انا عارفه ان انتوا عايزين فيفلين اللاين بتاع الهير بتاعهم، بس انا هجيبه ان شاء الله. بس غيره بقى، يعني اكتبولي حاجات غيره. فهوريكم دلوقتي حاجات انا اشتريتها من براند اسمه سورسي. البراند ده هو مش براند، هو ابلكيشن زي نون وزي امازون وكده، بتشتري عليه تقريبا زي نون وزي امازون ما عدا بس حاجه الجروسيريز وكده. هو حاجه بس البيوتي يعني، عامه في الهير كير والسكين كير والحاجات دي. وبصراحه الابلكيشن شكله حلو، يعني تحبوا ان انتوا تشوفوه. الابلكيشن معمول بطريقه كويسه قوي فعجبني، فجبت منه شوية حاجات كده، قلت ما اجرب يعني التوصيل والكلام ده. فعملت كأنك بالظبط بتطلبي من على نون وامازون بالظبط، يعني ما فيش اي اختلاف خالص، ولا بقى روحي مثلا حطي لي فلوس ومش عارفة ايه، لا عادي تطلبي كاش وبيجيلك لغاية البيت، او بتدفعي عن طريق الفيزا وبيجيلك برضو لغاية البيت عن طريق بوستة، عن طريق البوستة يعني. الحاجات دي ده شكل البوكس كده، بيجي شكله لذيذ قوي، مكتوب عليه من جوه هنا كونفيدنس ان بوكس، ومن بره مكتوب بقى شويه حاجات كده لذيذه قوي، يا جمال ومش عارفه ايه، حاجات كده لذيذه. في البوكس شكله حلو يعني. اغلب الحاجات اللي انا جبتها حاجات مصري يعني، من براندات مصريه، واغلبهم من ذا باث لاند. انا جربت منهم الهير ماسك وجربت منهم الهير ميست، الاثنين كانوا حلوين، فين حبيتهم بصراحه، حبيت منتجاتهم، فحابه ان انا اجرب منهم حاجات تانية. حاجه جبتها منهم هي التنت ده، قلت اجربه بس للاسف اختار لدرجه فاتحه، اسمه بينك بوب تقريبا، عايزه بقى ارجع افتحه تاني علشان يليق عليا. هو هيليق على الناس الفاتحه قوي، يعني لو انت بيضه قوي هيليق عليكي الدرجه دي. معرفش ده اسم الدرجه اللي هي بينك بوب، ده اسم الدرجه ولا ده اسم التنت، بس عموما هي الشيت فاتحه، بس اللي هي مفتحيهاش، شكلها عامل كده شبه بتاعت ايتود هاوس. وانا عملت منه سواتش، بصوا خفيف ازاي، خفيف قوي، يعني عايز تحط منه طبقات كتير قوي عشان يظهر عليكي. فلو انت بشرتك نفس لون بشرتي كده او اغمق ما تجيبيهوش، يعني ما تجيبيش الدرجه دي، هاتي درجه تكون اغمق شويه، لان انا خدت منه مثلا 3 مرات حطيت على وشي عشان يا دوب يديني هنت ان اللون فاتح قوي. ف هستنى بقى اما افتحها شويه، اما ايه يعني احط منه كذا طبقه. تاني حاجة من ذا باث لاند جبتها هو الهير ميست. الهير ميست بصراحة عجبني لانه كان ريحته حلوة، هي ريحته مش بتثبت فترة طويلة، بس الريحة كانت حلوة، وانتي بترشيها كده بتحسي ان في حاجة حلوة، وكمان بيساعد في تسريح الشعر، فعجبني يعني. ان هو كانه هير سيرم، بس هو مش بتقل الهير سيرم، هو يعني حاجة بسيطة زي الهير سيرم. جبت الموارد 2 سنس مختلفين، ده شكلهم، هما غيروا الباكجينج تقريبا، يعني ما كانتش بتيجي في علبه كرتون كده من بره وبعدين الازازه كانت بتيجي كده، بس هما غيروا تقريبا، حسنوا شويه من جوده الباكجينج يعني. فده اللي هو بيري بلو بيري، وده اسمه ورم فانيلا. دول 2 سنس مختلفين عن اللي انا جبتهم قبل كده. اللي انا جبتها قبل كده كان اسمها كاندي ليشس، كانت لذيذه بس هي يعني عاديه، ريحه سويت كده عاديه. فانا هشوف بقى دول هيبقوا احلى ولا لا. بعد كده جبت الشامبو ده، الشامبو ده من براند مصري برده اسمها زهير ادكت، وهو فري اوف سولفيت. ف انا بحب الشامبو دي بصراحه لان انا شعري جاف جدا، علشان بقى بعمله علشان المصيف اصلا راجع بايظ جدا جدا يعني، فلازم استخدم شامبو يكون ما بينشفش الشعر خالص، فعشان كده بحب دايما اجربهم. فهشوف هل هو فعلا حلو ولا ملوش لازمه. وعجبني ان هو سكويزنج كده، علشان ما بحبش الحاجات اللي هي بامب تبقى بتعلق، دي بتضايقني قوي يعني. جبت كمان الشفرة بتاعت افوفا دي، جبت واحدة بس علشان اجربها، يعني لو عجبتني اوكي اجيب منها تاني. انا عارفة ان في بيبقى باك كده فيها كذا واحدة تانية، بس لو ما عجبتنيش خلاص ممكن افتحها اشوف شكلها. هي عادية قوي شبه بتاعة الجيلات دي، بس العادية يعني مش زي فينوس والكلام ده، فهشوف بقى لها تبقى حلوة فعلا ولا لا. نعمل ايه. لقيت كمان براند اسمها لود، عاملة دراي اويل، فقلت اما اجربه، يعني يعتبر سعره حلو عن بقيه الدراي اويلز الموجودين بره، فهشوف هيبقى حلو ولا لا. الباكجنج شكله حلو بقى، يعني البراندز بقى بتعرف تعمل باكجنج دلوقتي خطير بصراحه. بصوا ده شكله كده، كميته 50 ملي، وبيرش كده بيطلع كانه برفيوم مثلا، وده شكله، بس مش عارفه ليه بيعمل زي كانه صابون كده في الاول، وبعدين انا بخنف عادي فعدوهالي، بس عشان انا راجعه تعبانه جالي برد.
انتي ليه كبرتي؟ بس هو ريحته حلوه، مش عارفه بقى دي اخر حاجه بقى. والحاجه اللي قبل الاخيره جبتها هو الهير ماسك ده من براند اسمها كيوز، دي براند مصريه برضو بس انا ما جربتش منه حاجه خالص قبل كده. وده شكل الهير ماسك، هو بيجي مقفول على فكره، بيجي سيلد كده من جوه، بس انا فتحته والحته ما اتصورتش للاسف، فانا بعيدها تاني. بس ده بيبقى شكله تقريبا فيه زي فليكس كده بتاعت الاستروبري، ريحته لذيذه بس ما اعرفش هتثبت في الشعر ولا لا. بس اتاكدوا ان انتم بتجيبوا الحاجه ان هي ايه، لو هو مقفول يبقى ايه، هو مقفول يعني هو جاي لي مقفول. كمان ده من حاجة عارفه، ده اللي هو دم الغزال، بصوا بهدل لي ايدي، انا عملت سويتش منه بس عايز تاخدي منه نقطه صغيره، بيبقع كمان يعني لازم تاخدي تدمجي بسرعه قوي، فهجربه برضو. ده بيتحط على ريق. يعني هو تنت عامه لاي حته بقى في الجسم انت عايزه تحطيها عليها، فهجربه واقول لكم. لو حد برضو مجربه يكتب لي رايه فيه، بس ده واضح ان هو بيجمنتد جدا. يعني بصوا دي الحته الصغيره قوي اللي خدتها دمجتها على ايدي، لو انت مثلا هتحطيها على خدودك، ودي حته كبيره شويه نزلت منه، وبيجي برده سيلد من جوه، انا فتحته بس هي ايه الحته للاسف، بس هي بصوا هو بيجي سيلد كده بس انا فتحته. يعني دي بيبقى عليها زي حاجه كده سلوفانه، لازم تتاكدوا ان هي ايه مقفوله. ده دي كل الحاجات اللي انا جبتها من على البراند اللي هو او على الابلكيشن اللي اسمه سوسي، ما اعرفش ليه مصممه ان هو براند مش ابلكيشن. انتوا ممكن تنزلوه على الاب ستور، وده مش اعلان خالص، انا اصلا كنت شايفاه على التيك توك وقلت اما اطلب منه لما اجي. يعني كده بقى جبت فيتامينز كنت محتاجاها، براند اسمها جولي، انا كلمتكم عنها قبل كده، دي براند للفيتامينز حلوه قوي، انا جربت منها حاجه قبل كده بس هم للاسف مش بيوصلوا الامارات، ما اعرفش ليه، هم بيوصلوا دول كتير جدا ما عدا الامارات، فانا طلبت من بلد تانية يعني، وبعدين جات لي على هنا على مصر، يعني مش من الامارات لان هم بيوصلوش للامارات. فطلبت منهم كذا حاجة، هم موجودين في الامارات، موجودين في كارفور، يعني انتوا ممكن تروحوا تشتروا الحاجة من كارفور، انما الموقع نفسه ما بيوصلش الامارات. فطلبت ده مالتي، طبعا هجربهم بقى لغايه ما اخلصهم، بعدين ابقى اعمل لكم عنهم ريفيو. انا ليا كود خصم هكتبه لكم على الشاشه برده. انتوا بقى عايشين في اي بلد تانية غير الامارات تقدروا تطلبوا منهم. اول حاجه ده اللي هو المالتي بتاع الومن ده، هو للاسف مفيش للمن، بس انا قلت برضه مجربه يعني اشوف هيعمل ايه، هل زي مثلا السنترم او كده ولا لا. هو كل الحاجات بتبقى جاميز من جوه، خليني اوريكم، بصوا هوريكم عشان برضه لو حد عايز يطلب. بصي هي جامي كده وبيبقى الطعم مختلف طعمها، لا دي بتاع الكبار، طعمها زي بالظبط، طعمها زي بالظبط الدواء كده بتاع كحة، كان طعمه طعم التفاح شوية. فهو مكتوب عليها ان هي فيها 225 ميلي جرام بيوتين، فبرضه بتحسن الشعر وكده. هعمل لكم عنهم فيديو مفصل. جبت كمان السليب جامز دول، في واحده اسمها دريمي سليب، دي العاديه اللي هي اول واحده هم طلعوها. بعد كده عملوا اكسترا سترينث اللي هو عشان تساعدك على النوم، يعني هي بيبقى فيها ميلاتونين وفيها كامومايل وحاجات كده تانية، ودي بتعتمد على دي الميلاتونين اللي فيها، اللي هي الاول واحده طلعوها كانت 5 ميلي جرام، وفيها المغنيزيوم ستريت كمان اكسترا سترينث، ما فيهاش المغنيزيوم ستريت. المغنيزيوم ستريت مش مكتوب يعني مش شايفاه، بس فيها الميلاتونين 10 مللي جرام، فانا هشوف. يعني المفروض تاخدي الحاجه دي بالليل قبل النوم مثلا على الساعه 9 كده عشان تساعدك على النوم، كانك مثلا بتشربي كوبايه لبن سخنه كده، يعني حاجه شبه حاجه. جبت كمان الماتشا، ومش ادكشن يعني ما فيهاش ادكشن خالص، ان انت لو بطلتيها مش هتعرفي تنامي بعد كده، لا مش كده يعني، هي مش منوم. جبت كمان الماتشا، المفروض انه بيساعد على التركيز وكده، انا بصراحه ما بحبش اشربه، انا بحس ان هو حنه، يعني طعم الحنه انتوا بتحبوا فيه ايه. فجبته مره في اللي هي الحاجات اللي هي عارفين الايس كريم الياباني ده اللي هو اسمه موتشي، جبتها مره بالماتشا، واعوذ بالله كانها حنه مجمده بتاكليها، فنوي بصراحه اخدها، هي طعمها وحش، انا جربتها برضو بس يعني الجاميز مبلوعة عن ان انا اشرب شاي ماتشا. كمان الاشواجندا، الاشواجندا عموما دي بقى لحمه، بس هو كنا بناخدها تابلتس، ساعات التابلتس ما بتبقاش حلوه قوي، فهجرب لو الجاميز احلى هشوف يعني. بس هي مكتوب عليها ان انت بتاخدي 2 في اليوم، فدي هتقعد معاكي 60 يعني، دي هتقعد معاكي شهر واحد بس، دي مش حاجه حلوه قوي يعني. حاجه بقى كنت جايباها من الامارات قبل ما اجي، بس خدتها معايا بالكيسه بتاعتها يعني، ف
اسمها كارسيل تقريبا اسمه كده. ده فايرال جدا على التيك توك وعلى كل التواصل الاجتماعي اللي في الدنيا، ان هو زي الهير ماسك بتاع فينو كده، بيخلي الشعر ناعم وبيعالج الشعر والكلام. شوف هو فعلا بيعمل ايه، ومكتوب عليه ان هو اسنس ريبير كولاجين، يعني حاجة قوية المفروض، قوية جدا للشعر. فانا معرفش هل هو مثلا زي الكي 18 بيعالج، ولا زي الاولابليكس هو مرمم مثلا او بيصلح الشعر شوية، بيحسن مثلا من شكله وكده. فانا مش عارفة لسه، هجربه ولسه زي ما هو كده، هجربه معاكم في فيديو ونشوف النتيجة سوا. بس كده يا حلوين، دي كل حاجة الفيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك الفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجاية، وكمان فولو مي على انستجرام تيك توك فيسبوك، بسيب اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.